خلينا دراسة علمية تعملت على عدد من الشعوب في مختلف أماكن في العالم أعطت نتائج، وخاصة اللي تعملت على البلدان العربية أعطت نتائج الحقيقة كانت مفاجأة وصادمة. البرنامج هذايا أطلقته شبكة ناشيونال جيوغرافيك، اللي الدراسة هذه والشبكة هذه اللي تهتم برشا بالأنماط الجينية عبر العالم. أعطت الدراسة ونتائج الدراسة هذه نتائج ومفاجآت حول نسب كما نقولوا احنا بالدرجة متاعنا لسكان العالم وخاصة البلدان العربية. النتائج متاع الدراسة هذه أثبتت أنه العرب ما همش 100% عرب. كيفاش؟ ساعة دراسة هذه اعتمدت على التحليل متاع الDNA، بطبيعة هو اللي نجم يعطيك النسب والأصول متاع كل شعب لوين ترجع، باش يرسموا بهك الخريطة الجينية لسكان دول العالم وسكان كل مختلف كل منطقة في العالم هذايا. الدراسة هذه راهي تواصلت، كانت لمدة سنوات، انطلقت من 2005، لكن النتائج متاعها نتائج جديدة وتوا كيف ظهرت. خلينا نعطيكم بعض الشعوب وننطلقوا اللي تعملت عليهم الدراسة هذه. ننطلقوا بتونس. تونس اكتشفوا بعد الدراسة وبعد التحاليل الجينية انه 4% فقط من اصول التونسيين العرقية هي عربية، بمعنى انه النسبة الاكبر يعني 88% من العينة التونسية ولا من التوانسة اللي شملتهم الدراسة هذه ثبتت انه الاصول متاعهم من هي شمال افريقية اي بربرية. 5% من الشعب التونسي الاصول متاعه اوروبية غربية، و 2% من غرب ووسط افريقيا. دونك معناها المغلب متاع الشعب التونسي الاصول متاعه بربرية، 88% من العينة خذيت من الشعب التونسي. نزيدوا نمشيوا إلى بعض الشعوب العربية الأخرى كما مثلا لبنان، وزاد كيف عينات من الشعب اللبناني، تبين أنه الشعب اللبناني عنده 44% من أصوله هي عربية. في الكويت 84% من الأصول الشعب الكويتي أصول عربية. بالنسبة لمصر زاد كيف كانت المفاجأة ما تبعتش برشا على تونس، لأنه 17% فقط من الشعب المصري الأصول متاعه عربية، في المقابل عنده 68% الأصول متاعه أمازيغ. في بريطانيا ثبت أنه 69% من سكان بريطانيا هم من الأعراق الأصلية اللي استوطنت في بريطانيا العظمى وإيرلندا، ترجع أصول 12% منهم إلى الدول الإسكندنافية و2% فقط من أصول يهودية. دونك الدراسة هذه قلبت المفاهيم تماما وقلبت النسب متاع كل الشعوب. اللي نتأكدوا اليوم أنه وفقا للدراسة هذه كما قلنا اللي هي تعتمد على تحليل الDNA وزاد كيف تخدمت بطرق علمية حديثة وشاركوا فيها مختصين وخبراء كبار في المجال هذي وفي دراسة وإنجاز المشاريع والدراسات والبحوث لمن نوع هذي. دونك في تونس عنا 4% فقط من الأصول العربية، لبقية 88% الأصول متاحهم من شمال إفريقيا، معناها أغلبهم من البربر، 5% فقط أوروبية غربية، و 2% من الشعب التونسي هو غرب وسط إفريقيا. دراسة هذه الحقيقة المفاجأة كما قلنا كانت صادمة.